كنعرفوا في هذه الظروف اللي كنمروا منها ديال كوفيد 19 في الجمعية من بعد ما الوزارة قررت على انها تفتح هذا الباب ديال المخيمات، الجمعية كيف ما قلت من قبل قررت على انها هي تاخذ هذه البديلة حكم ان الهدف الاساسي ديالها هو انها تخدم طفولة، وحنا على طول السنة تنخدموا مع الطفل. فلهذا الجمعية قررت على انها تاخذ هذه البديلة وتدير هذا المخيم هذا بالرغم من كاع الاكراهات اللي كاينه وكاع الصعوبات اللي كاينه كيف ما كتشوفوا معنا، وبالرغم ان من الصعب على الطفل انك تشرح له كيفاش معنى المخيم حضاري، معنى انه غيجي وغيمشي للدار وبان ممنوع بزاف ديال الحوايج، ولكن مع كل هذا الحمد لله حنا كنحاولوا ما امكن ندخلوا للطفل هذه الثقافه ديال المخيم الحضاري، وكنحاولوا نشرحوا ليه بان كاين ظروف في هذه السنه هذه اللي خلات المخيم يكون بهذا الشكل هذا، وكان الحمد لله ونشكروا على ان هذا الباب تفتح ديال المخيمات باش يحسوا بالطفوله ديالهم ويعيشوا كيف ما تنقولوا الجو ديال الصيف كيف ما خصو يتعاش. طبيعه الحال الوضعيه الحاليه ديال المغرب في اطار الكوفيد والوباء ديال كورونا، فالحمد لله رغم ذلك الجمعيه استطاعت انها تقاوم هذه المده كلها ديال الحجر الصحي من بدايه مارس 2020 الى الان، طبيعه الحال عبر تنظيم مجموعه ديال الانشطه الاجتماعيه ثقافيه تربويه تكوينيه، وكان بالاخ يعني خصوصا الانشطه الاجتماعيه اللي كانوا الناس في حاجه ليها في واحد الفتره حساسه اللي كانت كتمر منها المملكه المغربيه طبيعه الحال وباقي الدول ديال العالم. فمشكور الاخ رئيس الفرع الاخ اشرف فوزي على يعني طبيعه الحال التضحيه ديالو على التوجيه ديالو على المبادرات اللي اقترح واللي اقترحوا الاخوان ديال اعضاء المكتب واعضاء الجمعيه اللي كنشكرهم من هذا المنبر كل باسمه وكل بصفاته، واللي كانت فيها مجموعه ديال المبادرات اخرها وماشي اخرها ان شاء الله بحول الله هي البرنامج التنشيطي صيفيه 2021. وهذه السنه ارتأت وزاره الشباب والرياضه انها تاخذ واحد المخيم اللي يكون سماته البرنامج الوطني للقرب خاص بالمخيمات الصيفيه لفائده الاطفال المتواجدين في المحيط ديال المؤسسات التابعه لوزاره الشباب والرياضه. وهذه السنه ارتأت كما قلت بان تكون هناك واحد المخيم سماته مخيم حضاري. تعرفت السنه خمس مراحل وكل مرحله فيها سته ايام، وبالنسبه للمستفيدين هم الاطفال اللي تتزوج الاعمار ديالهم ما بين 7 سنوات و 15 سنه. وهذه المرحله اللي احنا فيها فهي تتعرف تنشيط من طرف جمعيه المنار للتربيه والثقافه، وكذلك هي تتشارك ب 50 طفل، وارتأت هذا البرنامج ارتأت خلال البرنامج ديالها ان تعطي مجموعه ديال الورشات ومن خلال هذه الورشه اللي شفتوا اليوم. هاد الاطفال وكما كيعرف الجميع انهم مروا هذا العام بواحد الظروف اللي هي ممكن نقولوا انها جد صعبه بالنسبه للاطفال واللي ما قدروش انهم يتقبلوها، كنعرفوا بان حتى الكبار ما تقبلوهاش، ولكن الاطفال كان صعيب عليهم وما بغيناش هذا العام يخرج كما العام الفايت بهذه الجائحه اللي صابت العالم ككل. من هذا المنبر ارتأت الوزاره الوصيه انها تمنح الجمعيات واحد الايام تنشيطيه لفائده الاطفال باش يرفعوا فيها عن نفوسهم ويخرجوا من ذاك التوتر اللي كانوا عايشينه طيله السنه الفارطه. كما كتشاهدوا كما زعما جميع الاباء اولا الاطر التربويه اولا عانوا من هذه الجائحه هذه، الاطفال ولات ولدات عندهم مجموعه من الصعوبات في الدراسه، كاين صعوبات اللي هي ولاو اطفال عنيفين ولاو انعدم ذاك التواصل بينهم وبين الاباء ديالهم، وهذا كله اللي بغينا نشوفه كيكون راجع لهذه الجائحه اللي هي اثرت عليهم وبشكل كبير. السلام عليكم، انا كوثر القاسي 13 سنة. أنا مشتركة في مخيم ديال جمعية المنار. كنشكر كاع الأطر لأنهم داروا لنا هذا المخيم. المخيم زوين، كنتعرفوا فيه على المواهب وكنكتشفوا فيه شحال من حاجة جديدة، بحال مثلا كنديروا الصباغة، كنديروا الرسم، وحسن أنك تجي المخيم ما تبقاش غير في الدار جالس، يعني كنتحركوا فيه كل نهار، وهذه أول سنة ديالي في المخيم وعجبني الحال بزاف.